اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية وعددا من الكوادر الطبية أثناء انتقالهم من شمال قطاع غزة إلى الجنوب. وقررت وزارة الصحة وقف التنسيق الكامل مع منظمة الصحة العالمية في موضوع إجلاء باقي الجرحى والطواقم الطبية إلى حين تقديم تقرير يوضح ما حدث والإفراج عن المعتقلين. وقد انتهى الأمر باعتقال عدد من الطواقم الطبية وعلى رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية. يتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الزملاء المعتقلين وسلامتهم. إن عدم القدرة على التواصل مع مجمع الشفاء الطبي جعلنا غير قادرين على معرفة من تم اعتقاله في ظل عدم تقديم تقرير من قبل منظمة الصحة العالمية حول عدد وأسماء المعتقلين. إن وزارة الصحة تقرر وقف التنسيق الكامل مع منظمة الصحة العالمية في موضوع إخلاء باقي الجرحى والطواقم الطبية إلى حين تقديم تقرير يوضح ما حدث والإفراج التام عن المعتقلين.